اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، لا حديث او لا صوت يعلو على صوت الكيان رغم خروج منتخب مصر من البطوله مبكرا، الا ان هناك الكثير من المكاسب. ماذا تحقق في الكيان بالفعل؟ الكيان يسدل الستار عليها الجمعه الجايه ان شاء الله، لكن في كلام كتير حوالين ما تحقق فيها من مكاسب، عشان كده كان مهم جدا يكون ضيفينا اليوم ضيفان على مستوى الحدث. استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، اهلا بك يا استاذ. اهلا بك استاذ ابراهيم. انت ايه، بقيت ناقد رياضي خلاص؟ خمس مقالات ورا بعض عن كاس الاوروبا؟ لا ده مش خمسه، انا كاتب 12 مقال. احنا اتكلمنا هنا على سما المصري. سما المصري يعني، طب يعني ادب ليس وبعد كده سما المصري نرجع لها. وايضا معنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابه اخبار اليوم. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا بيك، والف مبروك افتتاح صاله التحرير الحديثه. ربنا يخليك، وان شاء الله يبقى يعني نقله كبيره المفروض. نقله كبيره للاخبار، واعتقد ان شاء الله تتطبق في معظم المؤسسات الصحفيه المصريه، لان ده المستقبل. احنا بنقول الاستاذ عماد طبعا استاذنا مبروك في القصه دي، احنا بنتكلم على حرب جوفاء ما بين الورق والالكتروني، لا احنا في اخبار اليوم بنقول ان في تكامل ان شاء الله يتحقق على اعلى مستوى بين الاثنين. يعني استاذ عماد، كاس الامم بين السياسه والسياحه، السياسه هتتكلم فيها بالجزء العروبي ان كان لا زال هناك شيء متبقي من العروبه اللي تبلورت فقط في منتخب الجزائر دلوقتي، وايضا الجانب السياحي بالذات الاستاذ محمد بهنساوي واحد من كتاب الصحفيين المهتمين جدا بالملف السياحي. البطوله يعني الاحظ ان هي اجتذبت اهتمام كل الكتاب وكل المثقفين، حدث خرج بره طور الرياضه. طيب خلينا بس نتفق على، يعني انا اظن ان احنا التعريفات الاساسيه بتريح الامور. هي كره القدم، واحنا زمان احنا كنا لعيبه مع بعض. كنا بنكسبكم بس مش وقت. لا 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 مش صحيح، مش وقت بنكسبكم طول الوقت مش وقت. خلينا هنا يعني كان زمان فكره الكوره ان هي شويه عيال بيلعبوا كوره وروح العب قدام بيتكم وبتاع، واللي بيزعل بياخد الكوره ويروح. صحيح، ماشي، عملتها فين انت كتير كتير. واللي كان عنده تلفزيون ابيض واسود ما كانش، كان بيفرج الناس بحاجات كانت ظريفه وقتها. كانت الكوره شويه لعب عيال فعلا. لكن دلوقتي الكوره هي صناعه وسياسه واقتصاد بكل ما تعنيه الكلام معنا. صحيح. تطورت وتغيرت، بقيت زمان الاغريق وبعض الزمان كان في الحروب العسكريه الناس كانوا بيتصارعوا صراع مع بعض لحد ما بيموتوا بعض. اخترعوا الرياضه عشان تبقى وسيله للتنفيس عن الصراعات والحروب بطريقه بالظبط. الان بقيت اللي هو التنافس الرياضي هو القمه، فبقي مظهر من مظاهر التقدم والهويه القوميه هي الرياضه بكل اشكالها. عندنا احنا لسه كره القدم في بعض، يعني خلي بالك امبارح كان في ملحمه عظيمه غير اللي هي التنس. صحيح، خمس ساعات ال10 دقائق الماتش في الدور قبل النهائي بين ديكوفيتش وفيدرر، حاجه ملحمه انسانيه غير طبيعيه فيها. صحيح. كل عناصر الدراما الانسانيه والرياضيه والكرويه. فانت ما بقيتش القصه شويه لعيبه. فليه انا كتبت 12 مقال بقول لحضرتك من 12 يونيو لحد امبارح، النهارده انا كاتب على الوجه المضيء للبطوله الافريقيه. انه كل مقال بقول يا اخوانا انا مش هنافس حضراتكم النقاد الرياضيين في الكتابه عن الجانب الفني، انا راجل هاوي كوره بتفرج على كوره وبحب الكوره، لكن انا هكتب في الجوانب الاخرى اللصيقه ذات الصله بكره القدم، فتحملوني في الجزء ده. فالكوره انا مش هتكلم على الخطط، انت تتكلم انت افضل مني، حسن المستكاوي، فتح سند، ابراهيم حجازي، كل الناس العمالقه الكبار. أنا بتكلم في علاقة الكورة بأي مجال تاني، بالهوية الوطنية، بالروح المعنوية، بالسياحة، أنا أول مقال كنت كاتبه قبل أن تبدأ بطولة الأمم، بقول فيها اقتراحات يا إخوانا عشان عايزين ننظم الطريق كويس، لو قابلنا واحد ضيف لازم نساعده، لو تنظيم الدخول للاستاد، الفنادق، الحاجات، نهاية بالإيجابيات الكتيرة جدا. طيب هنرجع للإيجابيات، لكن أستاذ محمد، أستاذ عماد بيتكلم على أنه كان لازم نستضيف البطولة. أنا أعتقد لما تكون مصر بترأس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة تتصدر لاستضافة كأس الأمم قبل خمس شهور فقط من بدايتها، ده كان تحدي صعب. هو بس الأول قبل ما أتكلم على التحدي وعلى جواب على سؤال حضرتك، خليني
يعني عبر عن سعادتي بوجودي في قناه الاهلي ومع حضرتك طبعا يا استاذ ابراهيم. انت كده 2-1. بنقول الاهلي يعني انا دايما بنقول ان الاهلي دايما مضياف يعني صوره لمصر. فاحنا اذا كنا بنتحدث عن مصر اللي بتضم كل الاطياف دلوقتي وبتضم كل اولادها فاحنا بنعبر عن ده في القعده مع حضرتك. انت راجل طبعا في قناه الاهلي وانا راجل كاهلاوي وبعشق الفنانه الحمراء وان احنا نبقى معانا على نفس الترابيزه قطب زملكاوي زي الاستاذ عماد الدين حسين. نتمنى نكون البرنامج ده بدايه لتصحيح مساره الكروي وعودته لجاده الطريق يعني. واحد. فطبعا احنا سعداء. هو كاتب على الفيس حتى النهارده زملكاوي في قناه الاهلي ويعني الناس متفاعله معاه. استاذ عماد بيبهرنا دايما بتعبيراته الجميله يعني. ربنا يخليك. بص يا استاذ ابراهيم، هو طبعا انا هكمل على الاقل الاستاذ عماد، هو مش تحدي لا كروي ولا تحدي سياسي، هو انا اعتقد تحدي متعدد المهام ومتعدد الاطراف. لما اجي اتكلم على ان مصر يسند ليها او تطلب انها تنظم كاس الامم الافريقيه قبلها بخمس شهور، هي ما كانش الهدف انها تنظم بطوله. احنا نظمنا احسن البطولات الافريقيه اللي تمت كانت تنظيم مصر، وطبعا ده التاريخ بيذكر ده. صحيح. انما انت دخلت بتقول ان انا قادر اعمل اي حاجه وكل حاجه. انا هقول لحضرتك والكلام ده بقوله بصراحه شديده لاول مره. في البدايه وصلني تخوفات من بعض الزملاء في المجال الرياضي وفي برضه في مجال السياحه، وقالوا لي بالنص احنا داخلين على فضيحه، ارجوك اكتبوا في الموضوع ده، مصر مش هتلحق، الفنادق مش جاهزه، الطرق مش جاهزه، الاستادات مش جاهزه. صحيح. وده هتيجي الميعاد ده من شخصيات كبيره ومشهوره يعني. انا قلت لهم والله اللي اعرفه واللي بشوفه بيحصل في مصر من تحديات اعتقد ان احنا هننجح. واعتقد ده كانت رساله للكل ورساله للعالم كله. الاستادات واللي حصل في حفل الافتتاح المبهر اللي كان يعني حديث العالم كله، اعتقد يمكن حضرتك تابعت كل ردود الافعال اللي جت ان مصر عملت حاجه تشرف افريقيا. صحيح. فده كان لازم نعمله، لازم نعمله عشان خاطرنا احنا. أيوة. يمكن حضرتك عارف وكلنا بنتابع الحمله الشرسه والممنهجه اللي بتتعرض ليها مصر من ايام 30 يونيو وحتى الان لا زلنا بنتعرض لهذه الحمله وبتهد في كل شيء جميل عندنا. انت بترد عملي. واعتقد احد اقوى الردود اللي اتعمل انت تستضيف بطوله بيتابعها او بتحقق مشاهدات 1.3 مليار مشاهده حوالين العالم، حفل الافتتاح اللي تابعته كل القنوات العالميه، وبعدين افريقيا دلوقتي دي ثالث بطوله عالميه يا استاذ ابراهيم وحضرتك طبعا يعني. صحيح. دي ثالث بطوله من حيث المشاهده، ثالث بطوله رياضيه. فلما انت تتصدى لعمل زي ده وتنجح لغايه دلوقتي بامتياز، طبعا بعيد عن الخيبه الثقيله اللي حصلت للمنتخب بتاعنا، نتكلم كمصر دي قضيه ثانيه، كمصر وكتنظيم وكنجاح في التنظيم مبهر على كل المستويات. شوف حضرتك الفرق اللي بتغادر مصر بتقول ايه؟ الجمهور اللي بيغادر وبيكتب عنك ايه؟ الكلام ده لو جمعناه في الاخر وقيمناه اعتقد ما يتقدرش بثمن، فكان لازم ان احنا نخوض التحدي ده، واعتقد الحمد لله ان احنا يعني عملناه وعملناه بنجاح هيبقى مردوده في كل المجالات سواء سياسيا او اقتصاديا او سياحيا او رياضيا، وهيأكد على اللي حضرتك قلته على ان احنا مش مجرد ان احنا تولينا رئاسه الاتحاد الافريقي كدوريه الانعقاد، لا مصر بتعود لدوره. احنا بالظبط واحنا لمسنا ده يمكن استاذ ابراهيم، كنا كان لنا حظ ان احنا نسافر مع سياده الرئيس في كذا مناسبه بره وكاخرها كان يعني حاجه بخصوص افريقيا واوروبا في النمسا. لا مصر بتعود بدورها الافريقي اللي يعني اعتقد الافريقيا هي مدخل مصر لعوده دورها الاقليمي والدولي، واعتقد ان احنا ناجحين في المجال ده وناجحين في هذا الاتجاه لحد كبير يعني. لكن رغم كل هذه المكاسب خروج منتخب مصر احدث هزه كبيره جدا واجتذب اهتمام كبار الكتاب والصحفيين. هنشوف في هذا التقرير جولة ما بين كتاب أعمدة الرأي عن ظاهرة رهان البعض على ذاكرة السمكة. لم تجف دموع الخروج الحزين للمنتخب الوطني من الكان، لكن كثيرين يتخوفون من تكرار المشهد. صراخ، عويل، اتهامات وانتقادات، وبعدها اللي كان كان. القضية لا تزال تجتذب اهتمام كبار الكتاب والصحفيين وأصحاب أعمدة الرأي في الصحف المصرية حتى الأمس، وذلك أملا في الإصلاح. الأستاذ صلاح منتصر في عموده بالأهرام يكتب تحت عنوان شكرا للهزيمة، مستعرضا ما حدث ومتسائلا
هي ليست أول هزيمة على أي حال، لكن السؤال هل سيستمر مسلسل الفساد الذي يلاحقنا بعد الهزائم الرياضية السابقة؟ أم سنتعلم طريق صلاح؟ يرد عليه في ذات الصحيفة الناقد الرياضي الأستاذ أشرف محمود مذكرا الجميع، هم يؤمنون بما قاله المؤرخ المصري الكبير عبد الرحمن الجبرتي بأن ذاكرة العوام 3 أيام. هم يدركون أن الحرائق تكون حامية في بدايتها، وبعد وقت قصير تخمد النيران وتنحسر. هو ما يقف له دكتور عبد المنعم سعيد في المصري اليوم بالمرصاد وبوضوح قائلا: لا يجب أن يحدث ما حدث مرة أخرى، نريد اتحادا للكرة مثل اتحادات العالم. ويذكر دكتور عبد المنعم سعيد بأن هزيمة الفريق القومي وخروجه من كأس الأمم شكل كارثة لم تبدأ ساعة إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة، لكنها بدأت ساعة انتهاء مباريات كأس العالم الأخيرة وربما قبلها. وهو ما يلتقطه منه في ذات الصحيفة الأستاذ حلم النمنم وزير الثقافة السابق ومضيفا: هذا الأداء الرديء ليس جديدا، كان واضحا العام الماضي في موسكو، تطايرت وقتها روائح فساد مثل أن أحدهم تسلم تيشرتات للاعبين فإذا به يبيعها في السوق السوداء. يتكرر شيء من ذلك هذا العام، فساد متدنٍ أو الفساد الوضيع. يرى حلم النمنم أن أخطر ما كشفت عنه كارثة منتخبنا هو أن لعبة كرة القدم في مصر باتت تخضع لمراكز قوى يصرون على تدمير الواقع. إنه الفساد المتدني، هو ما تتساءل معه الأستاذة سكينة فؤاد في الأهرام. إلى متى سنترك فساداً مورثاً ومتجذراً وتسرطن عشرات السنين؟ ليرد عليها في الأخبار الأستاذ عصام السباعي مؤكداً أنه لم يتبقى من آثار منظومة العل الكروي سوى ثروة سويلم المدير التنفيذي بعقد عمل خاص والمستمر كقائم بعمل رئيس الاتحاد، رغم أنه نائب بالبرلمان يخضع لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي لا تتهاون في تقاضي أي مبالغ من المال العام. يبدو أن هذا هو السؤال البايخ كما طرحه الأستاذ محمد أمين في المصري اليوم. يجيب عليه في نفس الصحيفة دكتور عمرو الشبكي مؤكدا بأنه ما زال هناك قطاع واسع من الناس رغم حملات التجهيل المستمرة لم يقبلوا غياب المحاسبة لهذه الدرجة في التعامل مع أخطاء الاتحاد ومع منظومة الكرة والرياضة بشكل عام. وهو ما يدفع الأستاذ محمد حسين في الأهرام لختم مقالته الباكية بما قاله سيد حجاب رحمه الله: إزاي بنبص الرحنة جوه مرايتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ أستاذ عماد، تقرير يعني بيجوب بين كتاب الرأي، وأنت واحد من يعني كتبت كتير في المنتخب وقضيته. هل فعلا المسألة زي حتى ما الأستاذ صلاح منتصر قال: خرجنا يوم أن خرجنا في موسكو؟ لحد كبير طبعا لم يتغير شيء كتير. احنا يعني أداءنا كان سيء جدا في موسكو، على الأقل تحديدا في ماتش السعودية. يعني ممكن ماتش روسيا لعبنا جيد، لكن الفريق الروسي كان قوي إلى حد كبير، لكن احنا ماتش السعودية كان ماتش كارثي. وبس هي دي الخامة بتاعتنا، كان المطلوب وقتها. يعني تاني أنا بتكلم كانطباعات مشاهد مش ناقد متخصص، بس بقول لك الناس كتيرة قالته. أبسط شيء بعيد عن الكورة بعيد عن التخصص، احنا عملنا أداء سيء جدا وتقريبا كنا المركز الأخير أو قبل الأخير في الترتيب النهائي. كان المفترض يبقى فيه لجنة تحقيق، وهي دي المشكلة اللي موجودة عندنا في مصر في الإدارة، لا نستفيد من الأخطاء. احنا عملنا أداء سيء كان الطبيعي بجيب، وبالمناسبة مش حلها النيابة العامة، لأنه بعض الناس يقول لك إن احنا لهم ضلبطة. عجبني رأيك إن النيابة العامة مش هتخلق فريق، النيابة يعني هتحقق في وقائع فساد وانحراف بأقصى درجة وتودي للمحاكم والمحاكم تحكم. في كرة القدم اللعيب اللي انفرد وما جابش جول مش هيحاكمه بالنيابة، أو مش النيابة اللي هتحقق معاه. لجنة خبراء مختصين، اتحادات وطنية بتعمل لجان متخصصة، ناس محترفين وفاهمين وبيعملوا توصيات. ماشي، امشي الفريق، اسرحه، اعمل اي شيء، لكن
اقول ان الاخطاء كانت كذا. احنا ما عملناش ده في بعد روسيا السنه اللي فاتت، عدى سنه تقريبا بالظبط. وللاسف الشديد غالبيه النقاد اللي بيفهموا قالوا ان الوضع سيء، بس احنا كان عندنا امل ان احنا بنراهن شأنه كل مره ان احنا بنروح والمستوى بيعلى بيعلى بيعلى، وبنرجع طريقه الجوهر لما راح بوركينا فاسو في سنه 98 واخد المركز ال 13 وجاب البطوله وجه. اتمنى ان هو يبقى درس، لانه مره تانية القصه لم تعد كره قدم فقط، كره القدم صارت تعبير عن هويه قوميه بتخلي الناس يباتوا فرحانين جدا او حزنه جدا. في دراسات كتيره اتعملت في علم النفس وعلم الاجتماع وحاجات كتيره بيت مرتبطه بالكره، في علم نفس كره القدم بيقول انه الفريق اللي بيفوز، اي فريق، المنتخب، النادي، المشجعين بتاعه حالتهم النفسيه والبدنيه والصحيه وكل ما تتخيله مرتبطه بالنتيجه. فان احسن الفريق شعر جمهوره انه كويس، والعكس صحيح. احنا بنشوف ناس بيموتوا من الفرح او من الحزن. ايوه امبارح في واحد جزائري شاب صغير 17 سنه صحيح. لما محرز جاب الجون مات فورا. ايوه فلو ان اللاعب، انا عشت 10 سنين في دبي لما الفريق المصري كان بيتغلب واحنا قاعدين مع العرب اشقائنا كانت بتبقى كارثه بالنسبه لنا. لو جه فريق نص لبه لعب مع فريق ربع لبه في الخليج واتغلب بتبقى انا زملكاوي جدا كما تعلم، كنت بشجع الاهلي وهو بيلعب في الخليج مضطرا ماشي عشان يخفف، عشان كده كنت بتنام سعيد كويس بالظبط. فالناس كتيره ان المصريين وقتها حالتهم بتبقى بؤس واي فريق تاني مش احنا وحدنا. فازاي انت اللعيبه ازاي يدركوا مدى الاهميه الكبرى اللي هم بيتسببوا فيها في فرح الناس او في حزنهم؟ لو ادركوا ده المساله بتتحل. فاحنا لسه يعني مش قادرين نوصل ده للعدد كبير من اللعيبه والاجهزه الفنيه والاداريه. يا اخوانا انتم بجد بتعملوا قضيه قوميه، القضيه ما عادتش كوره، انتم بتسعدوا شعب. او لو هم ادركوا ده هتبتدي تخطط صح، هتبتدي تقود صح، هتبتدي تدير صح وتدير المساله باحتراف مش باهواء هنا او هناك. مؤكد ان ده فعلا حق، عشان كده كان الاهتمام الكبير فور خروج منتخب مصر انه لابد من لحظه حساب، ربما كانت مؤجله لحين انتهاء البطوله، وزي ما بتاكد تقارير صحفيه كتيره انه مع انتهاء البطوله يوم الجمعه لابد ان تبدا جلسات الحساب والحساب الشديد مع اتحاد الكوره ومع الجهاز الفني ومع كل ما حدث. حاجه للاستاذ محمد البهنساوي بالتفاصيل، لكنه هنسافر سوا الى اسبانيا مع الزميل عمر ربيع ياسين ومعه الكابتن علي معلول الجناح التونسي اللي غاب عن كاس الامم الافريقيه. لعل عمر ربيع ياسين يشوف لنا ايه اسباب غياب علي معلول عن كاس الامم وانطباعاته عن البطوله واستعداداته مع الاهلي. اتفضل عمر. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومكملين معاكم من معسكر النادي الاهلي في اسبانيا مقر بعثه الاقامه. وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين كواليسنا دايما بتكون كل يوم على قناه الاهلي مع لاعبي الفريق الاول، والنهارده معانا واحد ضيف عزيز علينا كلنا، واحد من افضل اللعيبه اللي جم في مركز الظهير الايسر في مصر وفي افريقيا. بقاله كتير مش بيتكلم، بقاله كتير مش بيطلع، لكن يعني انتهزنا فرصتنا ان هو يكون موجود معانا وهنكلمه في بعض الملفات الخاصه بيها ومستقبل ومشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري وفي بطوله افريقيا. اكيد هو غني عن التعريف او حضراتكم كلكم عرفتوه، هو الكابتن علي معلول. كابتن علي برحب بيك ومنور دايما قناه الاهلي. مرحبا بك عمر، ومرحبا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ان شاء الله تكون حصه ممتازه ان شاء الله. كابتن علي، طبعا وجودك في معسكر الفريق في اسبانيا اكيد عندك رؤيه، اكيد يعني شايف المعسكر تنظيميا اداريا فنيا تكتيكيا ازاي قدرت تستفيد، وازاي شايف المعسكر من وجهه نظرك؟ لا، معسكر ممتاز على جميع الأصعدة، الفندق نتاع الإقامة نتاعنا، الملاعب اللي قاعدين نتدربوا فيها، الأجواء ما بين اللاعبين، كل الأجواء ممتازة. قاعدين نعملوا في معسكر يليق باسم النادي الأهلي. احنا لهنا في فترة قاعدين نحضروا، عندنا زوز مقابلات مهمين طبعا. كنا خيرنا نكون المعسكر هذا في إسبانيا، الطقس قريب لمصر، الأجواء كل ممتازة ما بين اللاعبين الكل، وإن شاء الله يكون معسكر إن شاء الله ممتاز إن شاء الله. أنت كابتن علي اتكلمت وقلت على في ماتشين مهمين جدا جايين، المقاولين والزمالك، شايف المواجهات هتبقى عاملة إزاي؟ هل مباراة المقاولين لا تقل أهمية عن الزمالك؟ وهل مباراة المقاولون هي المباراة اللي هتحسم لقب الدوري إن شاء الله قبل الختام وقبل مباراة الزمالك؟
كل مقابله عندها اهميتها. احنا تو تركيزنا الكل عندنا مقابله المقاولين اللي مش كون هي بالنسبه لي بالنسبه لنا احنا كلاعبين ان هي اهم مقابله. تمام. ان شاء الله كي تكسب المقابله تاخذ الثلاث نقاط نتاعك، مش تحط ضغط على المنافس نتاعك اللي هو الزمالك. ناخذ كل مقابله بالاولويات نتاعها. عندنا مقابله الاولانيه ضد المقاولين، ان شاء الله نحضروا لها كما يلزم وندخلوا للمقابله كما يلزم ونحصلوا ثلاث نقاط ان شاء الله. شايف بطوله افريقيا الموسم اللي جاي عامل ازاي كابتن علي؟ يمكن الموسم الحالي النادي الاهلي لم ينجح ولم يوفق في الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا، بتحلم انك تفوز باللقب الافريقي مع الاهلي؟ بتحلم انك تكون موجود في كاس العالم للانديه ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ اي لاعب، اي لاعب لازم كي يجي للنادي الاهلي يعرف انه النادي الاهلي متعود انه ياخذ الدوري وياخذ الكاس، لكن الكاس الافريقيه عندها مده غايبه على النادي الاهلي. حاولنا في الثلاث سنين اللي تعدوا ان نكونوا موجودين، تواجدنا مرتين في النهائي وما حلفناش الحظ باش نتوجوا بالكاس الافريقيه. هذه المره الثالثه كنا خرجنا عن طريق صن داونز، ما كانتش المشاركه نتاعنا كما يلزم، لكن ان شاء الله تركيزنا السنه يكون اكثر، وان شاء الله الجمهور يسيبونا الجمهور يدخل اكثر للمقابلات نتاعنا ويكون هو المساند الرسمي نتاعنا، وان شاء الله كاس افريقيا هذه ان شاء الله تكون للاهلي ان شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت وقلت على جمهور النادي الاهلي، ولازم تبقى عارف ان جمهور الاهلي من ساعه فيليكس وجلبرتو وفلافيو مفيش لاعب محترف في مصر جه واخد حب كل جمهور زي علي معلول. علي معلول كل جمهور الاهلي بيعشقه بيحبه وبيموت فيه، وانت عارف الشعارات. فاكيد علاقتك مع جمهور الاهلي وحبك ده مش من فراغ، اكيد يعني بيتمتعوا ويستمتعوا، وكمان خصوصا ان هم عرفوا ان انت بقى عندك روح الفانيلا الحمراء بقت موجوده داخل دمك وجوه روحك. لا، اول حاجه انا نبادلهم نفس الشعور اللي هم يبادلوه فيه. كما قلت سبق وانا صرحت في اذاعه في صفاقس انه صعيب ملاعبي لاعب كره قدم انه يكسب حب جمهور النادي الاهلي. هذا مش من فراغ، كما قلت انت تعديت اجيال واجيال على النادي الاهلي، ولكن فما لاعبين تعدوا مرور الكرام، فما لاعبين قعدوا الاسم من يومنا هذا موجود. الواحد يخدم على روحه، قاعد يدافع على الفانيلا كما يقولوا بتاع النادي الاهلي، خاطر الفانيلا بتاع النادي الاهلي مش اي لاعب ممكن يلبسها. احترام وحب لجمهور الاهلي على راسي من فوق، وان شاء الله نكون على حسن ظنهم في كل المقابلات وفي كل المسابقات ان شاء الله. منتخب مصر هل انت شايف ادى بالمستوى المطلوب في بطوله افريقيا، ولا كان ممكن يؤدي بشكل افضل من كده؟ كان ينجم مخير، لكن تعرف الضغوطات البطوله على ارضيه الميدان، على ارضيه البلاد نتاع مصر، فما برشا ضغوطات تحطت على اللاعبين، لكن هذيك هي كره القدم. اليوم يمكن تكون موفق فيه، اليوم الثاني ما تكونش موفق. ان شاء الله المنتخب المصري يرجع للعادات نتاعو ان شاء الله. شايف محمد الشناوي زميلك واللي هيكون واقف ان شاء الله في خط المرمى وراك في مباراه المقاولين اللي جايه بمستواه اللي ظهر بيه، ولسه هو مستحوذ على 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 افضل او لقب افضل حارس في البطوله بعدد الصدات، هل انت شايف ان مستواه بيطمنك وبيطمن كل زمالك في الفريق ان هو هيقدر يحمي مرماه من اهداف؟ اكيد الشناوي هو الحاضر، هو الحارس مرمى مصر الاول يعني. عمل بطوله بالنسبه لي انا ممتازه جدا. قدم اداء يخليه يكون احسن حارس في البطوله الافريقيه اللي تعديت. لكن عندنا زاد حراس اخرين كما شريف كرامي، كما علي لطفي، معناتها ثلاثه حراس من طينه كبيره، والنادي الاهلي في المركز حراسه المرمى ان شاء الله عندنا ثلاثه حراس كبار. يعني هرجع تاني لنقطه جمهور الاهلي، وعايز اعرف رايك، وهل ده بيغني يعني علي معلول بحب جمهور الاهلي ليه؟ طبعا بعد عدم اختياره لمنتخب تونس، شفت جمهور النادي الاهلي ازاي؟ يعني مش متخيل كم الحب وكم الكلام اللي اتكلم عليه. وانت بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، انت احسن ظهير ايسر في مصر وفي افريقيا، مش بس جمهور الاهلي ده كل المحللين العرب والتوانسه. يمكن تعديت بالمرحله هذه بعد كاس العالم، معناتها ما عملتش كاس العالم ممتازه، ما كنتش على في اوج العطاء نتاعي، وشفت المسانده الكبيره اللي لقيتها من جمهور الاهلي، جاتني الحاجه هذه معناتها حاجه ممتازه وكبيره، معناتها حسيتها من ناس ما عنديش فتره كبيره معاهم، لكن حسيت اللي الناس هذوما يحبوني ويحترموني كما انا نحبهم ونحترمهم. حاجه ما زدني كان شرف اللي جمهور الاهلي الكبير هذايا يقعد مساند ليا وللزملاء الكل في الفريق،
وان شاء الله نكون كما قلت لك عند حسن ظنهم، وان شاء الله اول حاجه نهدي لهم الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علي، انت يعني وصلت لمرحله نضج كبيره جدا دوليا ومحليا، حتى منتخب تونس كنت تساند منتخب تونس لابعد الاوقات، حتى وجودنا في التمرين كنت دايما تطمن على نتيجه منتخب تونس، تسالنا كام كام، تتابع نتائج منتخب تونس. فانا اعتقد ان دي عقليه كبيره وروح كبيره منك جدا انك تساند منتخب تونس وزمايلك، اللي انت قلت لي انا زعلان على زمايلي ان هم ما وصلوش للمباراه النهائيه. فنضوجك ده اكيد يعني شيء كبير وشيء محترم وشيء يليق بلاعب تونسي لاعب بيلعب في نادي الاهلي. كما قلت لك عمر، انا ما قضيتش فتره صغيره في المنتخب، عندي 6 سنين في المنتخب. لعبت عند جميع المدربين، هذا قرار بتاع مدرب انه استبعدني من المنتخب، قرار نحترمه الناس كل، لكن كما قلت لك فما حب لاصحابي اللي ما بينتنا عشره كبيره، عايشين مع بعضنا 6 سنين، نعرفوا بعضنا بالباهي بالباهي، دونك حبيت انه اصحابي يكونوا في النهائي، كنا حابين يكون نهائي عربي 100%، لكن الله غالب عملوا اللي عليهم، عملوا مقابله كبيره مع المنتخب السنغالي، كانوا نجموا يربحوا المقابله ويكونوا متواجدين توا في النهائي، لكن الله غالب قدر الله ما شاء فعل، عملوا بطوله ما تخنيش البطوله كما يلزم، لكن بعد ما تدور ال 16 المنتخب التونسي ظهر الامكانيات الحقيقيه نتاعو، وان شاء الله نكونوا في المناسبات الجايه الافريقيه والعالميه ان شاء الله خير ان شاء الله. علي معلول غير ان هو لاعب كره قدم بتحب تلعب بلاي ستيشن، بتحب تلعب كوره برضه، يعني انت بتحب تلعب كوره بتحب تلعب بلاي ستيشن، فانا عايز اعرف مين اللي انت بتلعب معاه على طول دايما، ومين اللي دايما بتحب تلعب ضده ودايما حظك علي عليه وهو حظه علي عليك. لا انا احنا التشكيله بتاعنا معروف، انا وسلية ضد محمد هاني ومحمد نجيب. عملت ايه النهارده في المقابلات؟ لا 17-11 في توتال الماتشات 17-11. يعني انت حريف بك مش بس في الكوره، حريف كمان في البلاي ستيشن. لا انا اسيست بس، السلية بيجيب جول بس. كابتن علي، احنا اكيد جمهور الاهلي حابب ان انت دايما تكون موجود في النادي الاهلي وتختم حياتك في النادي الاهلي، وزي ما قلت لك انت من اللعيبه المحترفه القليلين اللي كسبوا حب جمهور الاهلي. يعني عايز كلمه منك لجمهور الاهلي في الختام، تحب تقول لهم ايه؟ داخلين على ماتشين مهمين جدا وبدايه دوري جديد وبدايه بطوله افريقيه جديده، فكلمه من الكابتن علي معلول لجمهور النادي الاهلي. لا، اول حاجه انا نوجه لهم التحيه الناس كل، ونقول لهم اللي انا راني نبادلهم نفس الشعور والاحاسيس الكل، انا زاد نحب الجمهور الاهلي بالرغم اللي ما عنديش مده كبيره معاهم، لكن الحمد لله المحبه ما بين الزوز متواجده بالباهي، وان شاء الله اول حاجه ان شاء الله كما قلت يكون الجمهور متواجد معنا في البطوله الافريقيه الجايه، وان شاء الله يكونوا بعدد كبيره ويسمحوا لهم ان شاء الله باش يجونا بعدد كبيره، خاطر هم اللي يكونوا دافع المعنوي بتاعنا. اول حاجه زاد ان شاء الله نهدي لهم الدوري هذا نهار 28، ان شاء الله الناس كل وجمهور نادي الاهلي الكل يكون فرحان، ومن بعد السنه الجايه ان شاء الله كل الالقاب اللي موجودين فيها ان شاء الله نحاولوا نتوجوا بها ان شاء الله. اشكرك كابتن، شكرا جزيلا، واسفين بقى على الاطاله. لا حبيبي تسلم لي، الله يخليك حبيبي. كنا مع حضراتكم مع نجم النادي الاهلي ونجم الجبهه اليسرى مش بس في مصر في افريقيا، الكابتن علي معلول، ودايما ما كنت موجودين مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي في الحوارات الحصريه من مقر بعثه الاقامه في اسبانيا. شكرا لحضراتكم ودايما نشوفكم على الف خير. شكرا للزميل عمر ربيع ياسين. استاذ محمد، عمر وعلي معلول بيطمئنوك على مستوى الاهلي ان شاء الله في الاسبوع اللي باقي من الدوري. والله هقول لحضرتك على حاجه، يمكن بس مش عايزين الناس يزعلوا مننا من الفرق الثانيه. طب هو انا هو ما بقاش فارق مع الاهلي، هو انا هيتاح لي سؤال العكسي ولا لا؟ لا مش هيتاح، تتلقى النتيجه بس. هو عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ ابراهيم، هو يعني بعيد عن المنافسه طبعا، ده المنافسه شيء مشروع وشيء يعني شريف. الاستاذ عماد يعني قال لك ان انا اضطريت ان انا اشجع الاهلي وهو في الخليج، واحنا اوقات برضه بنضطر نشجع الزمالك يعني، هو مصلحته عشان ينام مبسوط شويه. لا هو قال حته احنا ما وقفناش عندها، ان قال لك الفرق بينعكس نتيجه الفرقه على الجمهور بتاعها. صحيح، فاحنا مش عايزين نساله على اخبار صحته. صحيح، دي ما خلاص الاجابه تبقى معروفه يعني، انما هو الاهلي احنا بنبقى مطمنين عليه، احنا بننافس على الدوري، ويعني بينا بعض نقطه، ولو فزنا على الاهلي هناخد الدوري يا فندم. احنا نتمنى ان تاخد الدوري طبعا، ده يعني الاهلي مفيش مكان في الدولاب دلوقتي. انا بتكلم بعد الماتش، بعد الماتش مكان. فالاستاذ ابراهيم انا عايز اقول على حاجه، لو للاسف يعني لو كانت طبقت في المنتخب كان الموضوع فرق كبير جدا. حاجتين اللي احنا دايما بعض الفرق وبعض الناس بيزعلوا منها لما بتكلم على ان الاهلي وروح الفنيه الحمراء، دي حقيقه ما فيهاش مبالغه خالص. صحيح، احنا بنشوف الاهلي بيبقى فرق ضعيفه وفي اضعف حالاته وبيدخل ياخد بطولات
ما حدش بيتوقعها باراده النصر بتاعته. بالظبط كده. الاراده النصر دي يا استاذ ابراهيم هي جزء من اللي قاله الاستاذ عماد من الانتماء ومن الروح الوطنيه. اللاعب نازل عنده انتماء للفانيله الحمراء، عنده انتماء لفريقه. فانت بتنزل، لما انا مش متخيل ان لاعب بينزل بيمثل منتخب مصر والبطوله بتتلعب في ملعبنا والجمهور زي ما قال الاستاذ عماد الناس نايمه وبتحلم بالبطوله، اتكسرنا. ما خلينا نتكلم بواقع، يعني الهزيمه مش هزيمه بطوله، ما احنا ياما دخلنا بطولات وطلعنا من باب دي اتكسرنا. لكن احنا فعلا البطوله دي احنا حسينا بانكسار في وقت احنا يعني روحنا المعنويه كمصريين الحمد لله عاليه جدا، بندخل في تحديات كبيره وبنكسبها. فما كانش ينفع. لكن انت لو جيت بصيت وانت حاجه بتكلمني عن النادي الاهلي، وانا هاخد يا استاذ ابراهيم موقف وهقيس عليه، معلش مش هدخل في تفاصيله، بس موقف عمرو ورد واتحاد الكره خد قرار تربوي اعتبرناه كده وقتها، ووقف عمرو ورد رجع في قراره. انا هرجع بحضرتك 24 ساعه بس بالظبط كده. انا هرجع بحضرتك للقرار التاريخي اللي الله يرحمه المايسترو الكابتن صالح سليم. كلنا كنا صغيرين وكنا يعني العشق الاهلي ده من زمان وهو في دمنا، وبقينا زعلانين من الكابتن صالح لما وقف فريق بحجم اسماء كبيره جدا وقتها 85 وطلع من الاشبال، وكان الماتش اللي جاي مع مين؟ مع الزمالك. وكانت المنافسه ساعتها في اشدها، وكلنا بقينا متضايقين وزعلانين احنا هندخل نخسر. انا فاكر ساعتها وانا عيل صغير وقريت تصريح بتاع الكابتن صالح في الاخبار انه ساعتها ان اهل مبادئ الاهلي اهم من ان انا اخسر بطوله او اخسر ماتش. اللي حصل يا استاذ ابراهيم في الماتش اللي كان بعديه، فازوا على الزمالك 3-2 على ما اتذكر. ده عشان خاطر انت بتعمل كسبت المادة وكسبت الماتش بالظبط كده. فده ده ما كانش موجود عند المنتخب، ما كانش عندهم وعي يعني ايه انت بتمثل مصر. احنا شفنا اداء طبعا المدرب طبعا يتحمل جزء كبير، وحضرتك طبعا تقدر تتكلم في الموضوع ده كلام كتير جدا. انما انا حتى لو المدرب يعني مش عايز اتكلم على الخطه، لكن في وجود في ملعب والجمهور واستاد القاهره وجمهور بدا يرجع للملاعب تاني، والناس اللي في النوادي وفي الميادين وفي البيوت كله مستني ان هم يفوزوا ويبقى الاداء بالشكل ده، لا احنا طبعا ساعتها يعني لازم وقفه ولازم حساب ولازم نرجع من الاول وجديد ونشوف. يا اخي انت اتكلمتوا على كاس العالم وعلى فريق كبر، على الاقل كان احنا مش راضيين على الاداء، بس كان في خطه يعني كان في شكل دفاعي ما كناش راضيين عنه. شكل بالظبط كان في شكل. لكن انت نازل ده لا في شكل ولا في خطه ولا في اي حاجه خالص ولا في روح عند اللعيبه. طبعا ده يعني ما اعتقدش ان ده موجود في الاهلي، واتمنى ان شاء الله ما يبقاش موجود في اي فرقه مصريه تانية. يعني استاذ عماد الاستاذ محمد بيتكلم عن وجوبيه الحساب، وانا اعلم انه كان الكل بينتظر انتهاء البطوله والبطوله خلاص الجمعه تنتهي. شكل الحساب في وجهه نظرك كيف يكون؟ يعني اتحاد الكوره طلب منه تقديم الاستقالة وقدم بها المجلس، ماذا بعد؟ تمام. ده هرجع تاني الكلام الخاص بآلية الحساب. أيوة. إزاي نتعلم حاجة عشان ما نكررش انت عارف الحاجة، الأسطورة اليونانية صخرة يعني أو مأساس سيزيف، الراجل الآلهة اليونانية غضبت عليه فبيطلع شايل الصخرة من الأسفل التل إلى القمة المدببة فتقع منه من فوق فينزل تاني فيعيد الكرة لعنة أبدية. فإحنا للأسف الشديد الآلية اللي بنشتغل بها في الرياضة من فترة طويلة جدا وفي بعض القطاعات بنفس الطريقة. إحنا محتاجين أتصور أنه حد متخصص تاني النيابة والقضاء يحاسب الفاسدين أو أي حد عنده شبهة فساد، حد سرق، حد زور، حد معرفش خد تذاكر، كل ده حسابه على النيابة العامة والقضاء ويوقع بهم أشد العقاب عشان يبقوا عبرة لأي حد يجي بعدهم. فيما يتعلق بالكورة أنا بجيب لجنة متخصصة بتشكل من شيوخ المهنة، خبراء التدريب الكبار، لاعبين مشهود لهم بالكفاءة، لجنة بتمثل كل ألوان الطيف الرياضي المصري، وبتقعد وبتقول والله لماذا فشلنا، وبتحط توصيات. التوصيات دي يطبقها اتحاد الكورة. أنا مش هاجي يعني اللعيب اللي هو مش عندوش شرف أو قدرة على انتماء لمصر مش هحبسه. احنا جربنا حكاية الحبس دي مع دول أفريقية، عملت معرفش حبستهم، وقصي وعدي في العراق كانوا بينكلوا باللعيبة بينكلوا وسجنوهم. بس هذا النوع من الحساب عمل ايه؟ الطريقة دي دمرت الدول نفسها مش بس دمرت الرياضة. صحيح. وقيل عن يعني مما يروى انا معرفش مدى صحتها انه الدعاية في كوريا الشمالية، كوريا الشمالية ما كانتش شاركت في كاس العالم اللي هو قبل ده اللي كان في البرازيل. يقال انه الدعايه قالت انه فريقنا سيقابل اليوم البرازيل في الدور قبل النهائي. البرازيل كانت اتغلبت 7-1 من المانيا، وكوريا الشماليه اساسا. ايوه.
ربما تكون دعايه مضاده لكوريا الجنوبيه. صحيح. صحيح. ماشي. لكن الفكره فكره الـ ان انا هحلق له ظلبات ولا هسجنه مش هي الصح. اللعيب اللي مش مستعد يشارك ويمثل مصر كويس ابعده. بس ازاي انا اجهزه التجهيز الصح؟ الطريقه اللي عملها حسن شحاته انا مختلف شويه. الكره حكايه الفانله الحمراء مع كل التقدير ليكم وللاهلي او فانله البيضاء ماشي مش هي بس زي زمان، لانه زمان كان الفريق الاهلي والزمالك كلهم اهلي وكلهم زمالك ويستمروا في الاهلي وفي الزمالك ويندر انه حد كان ينتقل من فريق لفريق. انت النهارده جريزمان كان بيلعب في اتلتيكو مدريد امبارح هيلعب بكره مع برشلونه، وشفنا لعيبه كتيره جدا بتنتقل من الاهلي والزمالك. ففكره روح الفانلة بقت عايزه اعاده تعريف. بمعنى انا هوضح لك فكرتي. انت طالما قبلت انك انت تدافع انك تنتقل الى فريق وتلعب معاه انت تخلص له اخلاصا كاملا. بالظبط بالظبط. بمعنى انك انت رحت ده اكل عيشك، دي شغلتك، ده اللي انت بتروح تقطع نفسك عشان تنجح في ده. النهارده بتلعب للاهلي بكره هتلعب مع الزمالك والعكس، زي ما بنشوف سوق الانتقالات كله بيتم. هي الفكره بس انا على اراده النصر هي كروح الاداره يا استاذ ابراهيم، كمعنى من معاني الاداره. انا عايز اتكلم في جزئيه. ازاي انا الاداره هتحافظ؟ مش قصدي يا استاذ عماد ان هو طلع من ابناء الاهلي، فلا لا لا انت عارف انا بقول ان هو اهلاويه كتير بيلعبوا في الزمالك والعكس، او لعيبه زملكاويه مش لا لا لانه ملاش فرصه في النادي بتاعه. كويس. لكنه الروح اللي عنده مثل مقابل وليده المناخ. بالظبط. انا بدي حكي مثل مقابل الانضباط اللي في الاهلي. طبعا انت دخلت النادي الاهلي فانت خلاص غصب عنك. أنا عادو حتى في النادي لا لا انا قصدي على اللعيب يعني. حتى لو كان هو زملكاوي الهوى زي ما بيقولوا، بس لعب في فريق النادي الاهلي فبيخضع لسيستم اداره كلنا بنشوفه عامل ازاي. لكن انت تيجي تقارن لي باللي كان بيحصل في المنتخب باللي شفناه بقى، الفيديوهات اللي اتسربت على الرقصات والحاجات اللي احنا كنا بنشوفها، الحاجات اللي اللعيبه اللي قاعده والمفروض معاها في بطوله معاها موبايلات ومعلش بعد كل ده يعني كل ده تسايب يا استاذ عماد. طب اللعيبه اللي مثلوا او عملوا اعلان اعتذار داخلين بروح انهزاميه. كارثي. انا بتكلم في ده. لو انا بضيف على اللي حضرتك قلته على المحاسبه ان انا بقى في حساب على ده، فين اتحاد الكوره وقتها من ده؟ انت مش شايف كل الحاجات دي؟ اتحاد الكوره مين اللي كان موجود معاهم ممثل معاهم في القصه دي؟ مين اللي كان موجود مع المنتخب؟ في يعني ده في تسيب. انا متفق في هو يعني ده اللي انا قصدته دي روح الاداره. انا متفق معاك. انت بتتكلم يا محمد شوارب مخرجنا جاب لك جون لعلي معلول في الاتحاد في الوقت القاتل، تأكيدا على فكرة ان حتى اللعيب اللي بيجي لك من بره هي فكرة إرادة النصر. انت كمناخ وكسيستم عمل بتحافظ للاعبتك على انه انت مش متقبل فكرة ان تمام. انت تخسر. متفق متفق عارف معك. عارف لائحة النادي الاهلي ربما لا تعطي اللاعبين مكافآت على التعادل، خد بالك ليه؟ لانك بيحطك قدام مسؤولياتك، انت اللي مطلوب منك المكسب. تمام. انا هكافئك لما تأدي اللي انا محتاجه. لكن فكره ان احنا كنا بنشوف المنتخب في فترات في مكافئات على الهزايم. مفهوم. في انديه بتدي مكافئات على لاعبتها على الخساره يقول لك اصله ادى كويس. ده عارف الروح اللي انا اقصدها ايه؟ هو قالها استاذ عماد حتى في كلامه، ضرب مثل بحسن شحاته اللي كان بيعمله مع اللعيبه. دي روح. بالظبط. وحسن شحاته يعني عمل اعظم نتائج مع المنتخب بالروح. تمام. انه عمل الكابتن جوهر الله يرحمه يعني كان نموذج للانضباط. بالزبط. ونموذج للالتزام وازاي يوجه اللعيبه واستبعد ناس اسماء كتيره برضو. علينا ان احنا ناخد بالنا انه في ظل السوشيال ميديا وارتباطا حتى الموضوع متغيرات كتير، في متغيرات كتيره حصلت غيرت كثير من الطرق، بس بتظل الفكره واحده. ازاي انا اقدر اتعامل معاها؟ احنا لاول مره نشوف نوع من اللعيبه حصل ما يشبه التمرد او بقي تاثير بعض اللاعبين اكبر من تاثير الجهاز. الفكره دايما في المنتخبات الوطنيه انه الجهاز الاداري او المدرب او المدير الفني هو الاساس طبعا، فلما يجي الموضوع ده يتكسر او يتعرض للتشويه ده تطور غير مسبوق. احنا كنا بنسمع ده انه بيحدث في دول كبيره بره مع نجوم كبار جدا، ان ما اعرفش نقول ان ميسي ما اعرفش بيتدخل في تشكيل منتخب الارجنتين ولا رونالدو في فلان او ولا فلان. لو ان ده حصل فعلا وصدق ما اشيع او ما تردد من كلام هيبقى فيه تغير خطير جدا، ان انت يبقى في شخص او اشخاص يبقى لهم كلمه عليا دور فكره وكلاء اللاعبين. الفكره بتاعت اللي انا بقولها اللي هي ايه؟ ان احنا علينا ان نعيد النظر في تعريفات كثيره جدا وناخدها في الحسبان، مش بس نتكلم كلام عاطفي ومغلف. لما يجي وكيل لاعبين ويقال انه بيفرض على هذا المدرب او ذاك انه يلاعب تشكيل معين لانه عايز يحط اللعيبه بتوعه. بص روح 2008 طبعا. صحيح.
طبعا الراجل كان واقع وقام ووصل كوره. لا لو بدات من الاول لو الجون عندك يا شوارب من الاول احمد حسن زيدان. ده 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 الجون ده بتاع زيدان احمد حسن صح. الكره في نص ملعبنا صح وهو في نص ملعبنا ابو تريكه جنبه بيلعبها. شوف زيدان بيعمل ايه غير التاريخ. بص يعني بص شايف الروح شايف الروح زيدان بيقع وبيقوم وبيقع وبيقاتل على الكره عشان يديها ابو تريكه يجيب الجون. ابو تريكه جاي من نص ملعبنا جري طبعا. فالمطلوب مننا ان احنا واحنا بنتكلم ارتباطا بالسؤال ازاي نصلح ان احنا ندرس المتغيرات. اللعيب اللي عنده 22 سنه ده او 23 سنه ودخل المنتخب الوطني وبيكسب فلوس بالملايين دلوقتي مقارنه بلعيبه كانوا بياخدوا 30 و40 جنيه وكان اقصى حاجه ان يشاركوا في اعلان معرفش بتاع الحلاقه بتاع حسن شحاته والخطيب. الدنيا اتغيرت بيه عندهم ملايين. فانت عليك انك تتعامل مع الناس دي تعرف كيف يفكرون ازاي تعدهم ازاي تجهزهم نفسيا. دي حاجات كتيره بيه مش كوره بس. ان انت محتاج فريق نفسي يعالج ويدرب ويؤهل. محتاج ميديا بجد تكشف الاعلام عشان لا يبدو الامر ان احنا بنبشر بنتكلم كلام مثالي. الاعلام المصري لعب دورا سلبيا في المساله دي. صحيح. هو انا لما اجي موضوع زي موضوع ورد انا ازعم ان انا كتبت 5 مقالات على الموضوع ده ومقالات انتقاديه كلها من اول الازمه. قلت انه ده لازم يبتر ولازم يبقى في موقف حتى لو هنخسر طبعا. وانتقدت كل ما تردد ان في لعيبه دخلت ودفعت عنه. الفكرة دي باختصار شديد جدا أنا محتاج كان علاج. لأنه واحد زي وردة ده نجم بيلعب في الفريق بغض النظر عن مستواه. اللعيبة الجماهير الصغيرة الشباب اللي بيشوفوه هيقلدوه. لما أنا آجي أقول لجماهير كتيرة جدا ملايين الناس إن لو أنت عملت كذا وكذا اللي شافوه على السوشيال ميديا مش هتعاقب وهترجع تلعب بعد ماتش. انا برسخ لمبدا خطا. دي كارثه طبعا. هنا تاني ليه الكوره مهمه جدا؟ لان عدد غالبيه الناس في مصر وفي العالم كله بيتعاملوا مع اخبارها بيعرفوا اخبارها اكتر من اخبار الاكل والشرب والسياسه بمعنى التقليد. فبيتفاعلوا معاها. فبيتفاعل لما انت بتطلع نموذج فج او متحرش او سباب او شتام انت بتقول له ده النموذج اللي انا عايز صحيح. اعمله. فالمعالجه للاسف الشديد الذين اتخذوا قرار اعاده ورده للفريق ما حطوش دبالهم. خسرنا الاثنين. خسرنا الاخلاق وخسرنا الماتش. خدت بالك؟ فدي التاني كيف يمكن ان انا اشوف الحاجات كلها جنب بعض ان انا ما اتعاملش معاها ان هي مجرد كوره. لانه اللي حصل احنا ضيعنا حاجات كتيره جدا. مش تاني خساره ماتش مش قضيه. الكوره لازم تخسر. البرازيل خسرت على ملعبها 7-1 دي ممكن تورخ فضيحه على مدار صحيح. لكن لما تلعب صح وتتغلب ما فيش مشكله. كل وقت انت بتلعب كل الفرق الكبيره برشلونه اتغلب ليفربول اتغلب اتلتيكو مدريد ريال مدريد الدنيا ما تهدتش طالما انك بتلعب بشرف ورجوله. الكوره اساسها انك تتغلب وتفوز بس على الاقل انك انت بتؤدي دورك. للاسف الشديد احنا الناس كتيره جدا ما وصل لها احساس ان الفريق القومي بتاعنا ما اداش دور. وده معنى مهم جدا ان انت زي الطالب اللي في الثانويه ذاكر بس ما جابش المجموع. ما حدش بالعكس هتقول له كتر خيرك وشكرا وهتتعوض السنه الجايه او خش كليه تانية. لكن لما تنزل وانت كل الجماهير شالتك فوق العنان رفعتك لعنان السماء واديتك كل شيء ثم تاتي وتلعب بهذه الطريقه المتخاذله اللي ما فيهاش اي روح لا وجب هنا زي ما انت. هي دي فكره الكوره دلوقتي. انت خدت كريدت ومكانه وهيبه وسمعه وشهره ادفع الثمن ده. الحساب بتاعك مش هيكون حساب عادي. ولذلك انا هرجع تاني لحته ثمن مصر. انا اسف الناس كتير للاسف الشديد وهي دي الجزء الاعلام الرياضي يا سيدي ما تركزليش على الحاجات الفرعيه. لا ثمن مصر ولا عمرو ورد. عمرو ورد مش مسؤول عن هزيمه. عمرو ورد اخطا خطا اخلاقي قاتل بس مشاركته ما كانتش هي سبب في الهزيمه ولا حضور السيده ثمن مصر. ثمن مصر بتبحث عن ترند وهذا حقها. لما تيجي انت النقد بعض النقد الرياضي يصور الامر للناس يقول لهم ان احنا اتغلبنا كده وتطلع بوستات كتيره جدا يقول لك ايه هو انت متوقع من فريق فيه عمرو ورده وثمن مصر يكسب؟ لا احنا ما بنكسبش عشان حد بس ربما كان المعنى هو اللي مقصود. لا المعنى ما هو برضو انا انك انت عندك قدر من التسيب. لا انا قصدي عشان مش مش لوجود ثمن مصر في المدرج قدر من التسيب ان انت عندك قضيه ولاعب في لعيبه بره يجي يقول لك ورجعت كل فيه. ما يس ما ما, ما, ما يعني بس ده مجتمع وده مجتمع ودي قيم منظومه قيم مختلفه. انا بتكلم يا محمد على فكره
ايه هي الاسباب الرئيسيه للفوز وايه هي الاسباب الرئيسيه للهزيمه. الناس الفرقه بتفوز مش عشان ان هي مسلمه ولا مسيحيه ولا يهوديه طبعا. ولا ان هي شيعيه ولا سنيه ولا ان هي متدينه ولا خليعه. وماذا العمل اللي عليه ولا لا؟ في اسباب رئيسيه اسمها الجهد، العرق، التخطيط، التدريب. بعد كده روح الفريق اللي هي تدخل فيها اسباب الدين، محفز عظيم طبعا، الاخلاق مهمه جدا ولازم تاخدها في الحسبان، خدت بالك؟ بس لما انا اجي اصدر للناس انه الفريق ده، انا حتى كنت فاكر بتناقش انا وابراهيم من فتره، هو لما بيلعب فريقين مكه والمدينه في بطوله الدوري السعودي، هو مين يعني مين اللي هيفوز بيهم يعني؟ صحيح. القصه قصه ان انت خلي الاسباب الحقيقيه عشان تخلي الناس تفكر تفكير علمي مش تفكير غيبي ماليش اساس. الكوره احنا نازلين دي مسابقه في كره القدم، اللي بيفوز فيها الافضل الاكثر تدريبا. انا قلت لك في كل المباريات الفريقين بيقروا الفتحه، بيقروا الفتحه. طيب في فريق بيكسب وفي فريق بيخسر، مش معناه ده ان ده هل اللي بيخسر ما قراش الفتحه صح؟ انا فاكر مدرب مصري مش هقول اسمه طلع قال لك احنا تراجع مستوانا ان اللعيبه بطلوا يصلوا كويس وبطلوا يقروا الفاتحه وبطلوا يقروا القران. بس ربما يكون هذا يعني انا مش عايز مش معناها العكس. أيوة. يا سيدي انت بتصلي وبتصوم لان دي عباده ربنا فرضها عليك، لكن هناك جهد وعمل. جهد وعمل، لو ما عملتش الجهد والعمل هتتغلب، اللي هي فكره الاثنين اللي غرقوا اللي وقعوا في البحر. واحد بيعرف يعوم بس ما بيصليش، والتاني بيصلي بس ما بيعرفش يعوم. فعشان ما اخلطش عند الناس المفاهيم بقول له ان ايه هي الاسباب اللي ربنا خلقها، اسعى يا عبد ونسعى معاك. اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل. انا بس اتمنى يا استاذ ابراهيم ان يبقى في مع المحاسبه اعاده نظر في منظومه الرياضه واتحاد الكوره. يمكن حضرتك بعد ما طلعنا من كاس العالم انا ما اعتقدش في حاجه اتغيرت. ويمكن حضرتك تفتكر الواقعه الشهيره اللي حصلت مع عندنا في الموقع ونشرنا عن احد اعضاء المجلس اللي دخلت خانه عشان الفنلات ومش الفنلات والكلام ده كله ورفع علينا قضيه والحمد لله ان هو خسرها. انما انا بتكلم على هو الاتحاد ده، هو يعني هو العمل ده هو اللي رجعنا من كاس العالم، ما بقاش فيه منظومه للمحاسبه او لاعداد فريق لكاس الامم او اعداد فريق يليق باسم مصر. فده اللي هيوصلنا. هل احنا دلوقتي هنرجع نعمل انتخابات تاني وترجع نفس الوجوه تانية؟ طب جت وجوه تانية وجوه مختلفه، هل هنمشي بنفس النظام؟ يجي فريق تاني ويجي اتحاد كوره تاني ونرجع لنفس الاخطاء وندخل بطوله ونخسرها ونحرق دم الناس ونكسرهم تاني وساعتها نقول ان احنا نحاسب؟ الموضوع كبير يعني بجنب المحاسبه ان اعيد نظر في المنظومه الرياضيه اللي افسدت او انتجت منتخب بهذا الشكل وبهذا السوء اللي حرق دمنا كلنا يعني. انت قلت ان احنا انكسرنا، النتيجه كان ليها هذا التاثير فعلا؟ طبعا. طبعا النتيجه كانت تخوفت على البطوله؟ على البطوله كتنظيم ولا على البطوله ايه اللي حضرتك توصل كبطوله؟ البطوله كبطوله لا انا ما تخوفتش عليها، يعني البطوله من اول ما عملنا حفل الافتتاح واحنا كلنا اطمنا، احنا كلنا اطمنا من حتى من قبل حفل الافتتاح، من التنظيم اللي اتحط، من السيستم اللي اتعمل لحجز التذاكر لدخول الاستاد، كل واحد داخل اللي هو النظام العالمي اللي موجود في كل الدول الكبرى. انت بقيت دوله رياضيه كبرى زي ما بقيت دوله سياسيه كبرى. فانت دلوقتي اطمنا على البطوله، في سيستم لدخول الجمهور وخروجه وادائه، وانا عارف مين اللي موجود جوه مش براقبه. يعني البعض للاسف في اطار الترصد والصيد في الماء العاكر لكل ما يحصل في مصر يقول لك اصل هم الناس قاعده، مش هو ده جمهور الكوره. يعني ايه مش هو ده جمهور؟ انا برضو مش فاهم يعني ايه جمهور الكوره. انا بروح اشجع وما بقعدش 24 ساعه ولا ما بقعدش طول الماتش افضل اهتف، انا بتفرج شويه وبهتف شويه. هل انا كده ما بقتش جمهور كوره؟ ما بقتش بشجع منتخب بلدي؟ وبعدين يقول لك اصل ما في مراقبه امنيه للجمهور. يا اخوانا ده سيستم، انت عملت سيستم ناجح بيحصل في كل مكان، ما حدش بياخد تذكره من الشارع. يا استاذ ابراهيم الحمد لله ما فيش مشاكل. في نظام اشاد بيه العالم كله، الكاف بيعتبر دي انجح بطوله اتنظمت في تاريخ البطولات الامم الافريقيه. فتخوف على البطوله؟ لا ما تخوفناش من اول يوم واحنا اطمنا. انا واحد من الناس كنت متوقع تماما بالعكس. انا يمكن بحمد ربنا ان المنتخب طلع قدام جنوب افريقيا وبالشكل ده، لانه لو كمل كان هيخرج بفضيحه، احنا بقى كانت هتموتنا وهتكسرنا اكتر من الكسر اللي حصلت دي. فخروجه المبكر ده ما فيش مشكلة، إنما البطولة كملت وهتنجح لغاية المباراة النهائية، والأفارقة والعرب وكل الناس اللي شاركوا كفرق واللي شاركوا كتغطية كميديا كاتحاد دولي لكرة القدم شافوا مصر عملت إيه وشافوا بطولة كأس الأمم الأفريقية عملت إزاي، ودي تحسب لمصر. فلا ما قلناش على البطولة، إنما قلنا على المنتخب من أول ماتش. وحضرتك كلنا شفنا المستوى في الافتتاح، وكل الثلاث مباريات بتوع الدور الأول كانوا خادعين. كل ماتش كان بتتراجع عن اللي بعده. لو الفرقة دي عندها مهاجم قوي ويعرف يجيب جوان كنا شلنا الثلاث مباريات كنا انهزمنا فيهم.
للأسف. لكن رغم كل هذا هناك مكاسب، ومكاسب كبيرة جدا وكلام مهم حوالين لاعب بينافس على الأفضل في العالم. هل ظلمنا محمد صلاح ولا هو اللي ظلمنا؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين مع ضيفينا العزيزين الاستاذ عماد الدين حسين والاستاذ محمد البهنساوي. استاذ عماد، استاذ محمد اشار لجزئيه انه فعلا البطوله برغم هذا الخروج المبكر للمنتخب وبرغم الاداء الهزيل جدا الا انه البطوله استمرت بنجاح. هذا النجاح اعتقد استفاد منه بشكل واضح جدا المنتخب الجزائري، لانه فجاه كل مشاعرنا اتجهت ناحيه الجزائر مع تونس لغايه خروجها. لكن هذا المكسب في هذا الشعور ناحية الجزائر تحديدا وترميم هذه العلاقة، أنت شايفها إزاي؟ أنا شايف إن ده مكسب استراتيجي، مش بس مكسب استراتيجي رياضي. استراتيجي من طراز رفيع، يعني دي حاجة كده قدرية مهمة جدا. يعني بعد أظن فاكر الماتش كان في نوفمبر 2009 أم درمان، وما حدث فيه كان كارثة كبرى من البلدين ومن الإعلام الرياضي في البلدين، وحصلت مصايب باسم الوطنية الزائفة وقتها، وكان مكان وانا اعرف جزائريين اشقاء كتير جدا كانوا، يعني احنا الاثنين ارتكبنا اخطاء كاعلام في الناحيتين. صحيح. من حسن الحظ انه هذه البطولة من ضمن فوائدها الكتيرة جدا والمهمة جدا ان هي ترميم هذه العلاقة بصورة نهائية. الوضع مع الجزائر وتونس والمغرب كان بدأ، يعني مع الجزائر تحديدا، اتغير شوية شوية شوية، وكان رجع بفضل جهود كتيرة جدا من البلدين والقيادتين والشعبين. لكن لما يجي، أنا أعرف زملاء حتى في الشروق كانوا بيلبسوا فردات الجزائر وبيروحوا يدخلوا المدرجات. الشروق المصرية مش الشروق الجزائرية. الشروق المصرية. وإحنا بالمناسبة الشروق المصرية مخفة، كان حتى وقتها لو تذكر كان موقف في غاية التقدم. صحيح. الناس كتيرة اتهمتنا إزاي أنتم يا أخوانا، إحنا بندافع عن علاقة الشعبين. صحيح صحيح، كان عندكم قدر من المسؤولية. بالظبط. فالمهم إنه اللي حصل في الدورة دي في حكاية الجزائر، يعني في الأول في حكاية المغرب، زميل مغربي صور فيديو بيسأل مجموعة من الجماهير المصرية، أنا يا أخوانا ضاعت فلوسي وخسرت حاجات كتيرة جدا ومش عارف أعمل إيه، ساعدوني. الإجابات العفوية اللي جات له من 99% من الناس، طلعوا له فلوس من أول تعال الإرشاد، بات عندي. تعال بات عندي، تعال أعزمك على الأكل، خد فلوس، كل انواع المساعده بطريقه عفويه. طب اركب اوصلك السفاره. بالظبط. فهو ده المعدن، انا كتبت وقلت كده، يعني الجوانب المضيئه في البطوله الافريقيه، المعدن الاصيل للمصري. انا عندي تشكك شان الكثيرين ان في حاجات كثيره جدا حصلت تغيرات في الشخصيه المصريه. لكن اللي حصل ده بيقول غالبيه الشعب لسه بخير، في حاجات سلبيه كثير طبعا. لكن المعدن الأصيل لازال. الفيديو ده اللي هو اتعمل بطريقه عفويه بيقول انه المعدن لسه موجود كما هو. في الناس ان لما يروحوا ماتشات تونس، فرديان ساسي يطلع يقول جمهور مصر عموما والزمالكاوي خصوصا، لقينا عدد كبير من المصريين وجماهير الزمالك، وجماهير الزمالك كما تعلم حوالي 70-80% من جمهور مصر. ماشي. لا 170%. ماشي، نعدي دي. ماشي. في ماتش الجزائر، لا نسبة الزمالك الأهلي 6-1. لا 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 لا، ممكن تبقى 49-51. لا 6-1. لا 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 لا، 6-1 من وجهة نظرك، وفي 6-0 سنة 48 لو عايزين نتكلم في التاريخ. بتعديل التركيبة بقى، ما احنا بنتكلم مش بنتكلم في الأرقام والتاريخ، يعني خلينا ايه. فالجزء بتاع الجزائر في منتهى الأهمية، لأن الناس راحت بدون توجيه بدون أي شيء. غالبية، أنا ليا صديق مدير تحرير موقع الشروق كان في الماتش، محمد بس بيحكي لي 99% من المصريين كانوا بيشجعوا الجزائر. وده شيء مهم وشيء محترم، ما حدش قال لهم روحوا اعملوا كذا. ايوه. طبعا في بعض الحاجات الصغيره العابره الحمد لله لم تؤثر على البتاع ده، رغم انه كان في تنظيم انه عايزين يبقوا جماهير هنا دول ودول منفصلين، لكن غالبيه الناس راحوا. انا ضد ان المعلقين والنقاد يطلعوا يقولوا روحوا شجعوا الجزائر، احنا بطوله افريقيه في دوله. بالزبط. افريقيه. بالزبط. واحنا لا يجب هذا التفريق. بالظبط. احنا بنقول له، وبامانه اللي لفت نظري لدي المهندس ابراهيم معلم، انا دوله افريقيه، واحد جاي يلعب عندي اقول له روح انا بشجع دي ضدك ليه؟ طب هيكون شعوره ايه؟ صحيح. انت جايبني مستضيفني بطوله افريقيه، اقول لك لا انا بشجع الفريق العربي، احنا دي مش بطوله عربيه. لا، ما يعني عنصريه عرقيه محضه. فانا بقول
حتى وان تمنينا ده للمغرب وللجزائر ولتونس نتمناه على مستوى الشخصي والنفسي المشجع العادي، لكن المعلق انما كسلوك عام لا يصح. للاسف الشديد في التعليق الرياضي العربي عموما هناك نوع من العنصريه اللي احنا بنعملها ومش واخدين بالنا. لا يعني هي ازمه المعلقين دي لان محتاجه تحديد ليه، لانه جزء ده بيتم باسم الروح الوطنيه. انت بتحاول الفكره اللي اثرها بهنساوي في البدايه، انا بحاول ارجع لافريقيا كمصر وبحاول اصلح الوضع، وعندنا كان في اتهامات كتيره جدا لينا ان احنا بنتعالى عليهم وفوقيين وعنصريين، وكنا بنعمل حاجات بدون قصد بتؤدي لده، فاحنا بدانا نصلح كثير من هذه الاخطاء. فلما تيجي انت في والمظهر، احنا خد بالك انت اسال اي مصري او اي افريقي تعرف ايه عن مصري، هيقول لك الافارقه هيقول لك محمد صلاح، والمصريين هيقول لك تعرف ايه في الايبر، هيقول لك عماد البلي او ما اعرفش جورج وايا او ما اعرفش مين النجوم الكبار او دروجبا. فلما انا اجي اشتغل بالطريقه دي هوصل له المفهوم ان انا عنصري ضده طبعا. فانا بتكلم هنا على انه نحن نشجع الجزائر او المغرب بعواطفنا بس، وانا بتكلم كدوله او كاعلام لازم ابقى حريص على دي. فاحنا حققنا في هذه البطوله، رممنا كتير جدا من العلاقات. انا اظن الشعب الجزائري كله وصلت له رساله مهمه جدا، ان الروح الطبيعيه للمصريين هي التعاطف مع الفريق الجزائري دون ان يغفل انه بيشجع لعبه حلوه في بيحب ساديو ماني، بيحب معرفش نجوم مين ومين. بس ده كان انجاز كبير جدا حققناه بفكره، زي ما الرياضه كان السبب في فرقه بين مصر والجزائر سنه 2009، الرياضه رجعها وبالتالي تقدر توصل للقانون الطبيعي. انت تستطيع ان تستثمر الرياضه في علاقات قويه، اظهار التنافس، اظهار الموده، الروح العربيه، الروح الافريقيه، تقدر تبني عليها حاجات كثيره جدا تصلح بيها ما هدمته السياسه. ما هدمته السياسه يمكن ان تصلحه السياحه، وده ملفك انت بقى. هل بالفعل احنا الجانب السياحي حصل نوع من التدفق واضح جدا، حدث نوع من الترويج لمصر وقيمتها ومكانتها، الاشغال واضح ان في الفنادق عاليه جدا، ايه اهم المكاسب في الملف ده بالذات؟ والله استاذ ابراهيم طبعا هي المكاسب اللي انا حتى كتبت ده في الاخبار برضو، ان صناعه السياحه هي اهم صناعه كسبت من البطولة. مش بالمنطق ان هو في اشغالات وفي تدفق والكلام ده كله، لا لا خالص. طبعا ده جزء مهم، انما انا بتكلم بالمعنى الاشمل. احنا لو بصينا هتلاقي في كذا حاجة. اولا ان البطولة، وانا قلت لحضرتك ان كانت السياحة اتأثرت بعد ثورة يناير، وجت حاولنا نصلح شوية، جت بعد 30 يونيو الامور باظت خالص، وبدأت هجمة شرسة على مصر تحاول تسيء لمصر وتظهر كل ما هو سلبي وتبعد كل ما هو إيجابي. فخلق حاجة من الصورة الذهنية عند السياح في كل أنحاء العالم، صورة سلبية عن مصر، سلبية ما كانش خاصة بالسياحة، إن أصل هي السياحة دي في الآخر صناعة ترفيه. أنت بتروح مكان عشان تتبسط، فأنت مش مضطر تروح مكان فيه أي مشكلة من المشاكل يعني. أنت بتروح المكان المستقر المتطور الجميل بالظبط كده. فكانت الصورة السلبية دي مؤثرة تأثير سلبي كبير على السياحة. للأمانة بعد التطور السياسي اللي حصل في مصر والجولات اللي عملها الرئيس السيسي وترميم العلاقات مع دول كتير، بدأت الصورة تتحسن شيئا فشيئا. بدأ الاستقرار ينعكس على ده والصورة تتحسن كل شوية، بتتحسن بشكل أفضل. لكن لما البطوله الافريقيه، اولا انت عملت زي ما قلت لحضرتك كده حفل افتتاح مبهر بيقول ان الدوله دي، لا دي دوله متقدمه مش دوله عاديه. صحيح. الاستادات ظهرت بشكل عالمي. ايوه. التنظيم اكثر من رائع. انت عندك بقى كذا شق في الدعايه وفي الترويج اللي كسبته السياحه. اولا زي ما قلت لحضرتك ان 1.3 ده الاحصاء المبدئي، ده الحد الادنى للمتابعه والمشاهده لبطوله كاس الامم الافريقيه. كل دول شافوا ايه مصر وشافوا الدعاية وشافوا الكلام ده كله. عند حضرتك نجوم أفارقة بدءا بقى من محمد صلاح وسادو ماني ومحرز، كل النجوم الأفارقة اللي عندهم ملايين المتابعين ليهم في أنحاء العالم كله. صحيح. فدول معظمهم بدأوا يعملوا رحلات جوه مصر. ممكن كانت وزارة السياحة عملت اتفاق مع الاتحاد الأفريقي إنها تدخل راعي وفي نفس الوقت تنظم رحلات للفرق، وده حصل مع نيجيريا ومع كذا فرقة تانية، وبدأوا هم يشيروا الصور بتاعتهم. تخيل أنت الملايين اللي شافت الصور بالظبط وشافت الحاجات دي كلها. الحاجة التالتة، أنت البطولة دي بتجذب أنظار السماسرة الدوليين ومعظمهم نجوم عالميين برضو. فده لما يتكتب ويوصل الانطباع في عمل حالة ساعدت كتير في تحسين الصورة لمصر.
كل ده مردوده. أنا بطلب وبقول دايما بطلب من قطاع السياحة سواء الوزارة أو الفنادق اللي عندها دعاية خاصة بيها، الشركات بتعمل دعاية خاصة بيها، لازم ياخدوا كل الحاجات الإيجابية وهم يعيدوا نشرها تاني على صفحاتهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عندهم ويعملوها في الدعاية بتاعتهم. أنت لما تشوف بلد مبهجة وبلد بتنظم بطولة بالنجاح ده وبالروعة دي، ده دليل ان البلد مستقر سياسي ومستقر اقتصادي، بتعمل رسالة ايجابية قوية كمان. بالظبط. انت هنا خطبت بقى ايه، كسبت ايه؟ انت عندك، خلي بالك انا بكمل على اللي بيقوله الاستاذ عماد، ان انت سوق افريقي ما انتش دلوقتي مش زي زمان يعني. آه. يعني الصورة الاستعلائية اللي كانت عند البعض أيوه. والحمد لله ان هي اختفت. انت بتستهدف كذا حاجة، اولا بس زي ما قلت حضرتك تحسين الصورة وده تحقق بنسبة كبيرة جدا. تاني حاجة ان الافارقة اللي هم المغتربين بره يعني امريكا من نسبه كبيره من الافارقه موجودين في امريكا وفي اوروبا، دول ناس سياح على اعلى مستوى. لما يجوا لك كسائحين، ما هو دول بيشوفوا الفرق بتاعتهم انطباعهم والاصل بتاعهم، فبيشوفوا مصر هيجوا مصر. طيب السوق الافريقي نفسه بقى سوق واعد، يعني عندك دول افريقيه بقى المستوى الاقتصادي فيها مرتفع. فدول لما يجوا لك سياحه انت كسبت. صحيح. كل ده اللي هو الحصاد في الترويج وفي الاعداد. عند حضرتك نقطه مهمه جدا ودي برضو دورك يا استاذ ابراهيم كاعلام رياضي فيها، مش بس السياحه والدوله، انت دلوقتي بقى عندك بنيه تحتيه بتاهلك ان تبقى دوله تستضيف كل البطولات وكبر البطولات اللي في العالم. أيوة. طبعا نتمنى ان نشوف كاس العالم عندنا في مصر، وده اعتقد احنا ما بقاش يعني حاجه كبيره علينا. صحيح. التنظيم، الامن، الاستقرار السياسي والاقتصادي، هو مش التلات عناصر دولت اللي بيجذبوا اي بطوله عالميه؟ طبعا. اعتقد دول بقوا عندك دلوقتي، بقى انت عندك بنيه تحتيه بنسب عاليه كمان. بالظبط. بقى عندك بنيه تحتيه تستضيف اولا الفرق. انت حضرتك بتشوف ريال مدريد، الدول العربيه زي دبي ومدن تانية بتستضيف الفرق دي، وده اكبر دعايه سياحيه ليها. فانت مؤهل دلوقتي تستضيف الفرق الكبيره. ان الاتحاد الاوروبي بيتكلم على النهائي بتاعه يبقى في مصر. بالظبط. وفتره الاعداد تبقى عند حضرتك موجوده. هنا الاعداد بتاع الفرق ده، وده دعايه سياحيه بملايين. وان انت تستقبل وتستضيف بطولات وتنشئ بطولات هي في مردودها رياضيه لكن مردودها سياحي واقتصادي. فاعتقد زي ما قلت لحضرتك بكل المقاييس ان صناعه السياحه خدت الخطوة الأولى، إن أنا دلوقتي عملت بنية تحتية وعملت دعاية، باقي إن هم يكملوا عليها ويبنوا عليها عشان يعني بقى استفادة بتاعتها أعتقد هتبقى يعني مكسب كبير جدا جدا للسياحة المصرية، إن يبقى فيها تنمية سياحية مستدامة بقى. بالظبط. انتهت البطولة لكن أفكارها بالظبط تبني عليها مستمر. وتفضل يعني تزق فيها فترة طويلة جدا تجني ثمار النجاح الذي تحقق في تنظيم كأس الأمم الأفريقية. الناحية الاقتصادية في البطولة من مكاسبها، يعني اتكلمنا على سياحة واضح جدا حصل فيها نشاط بشكل كبير جدا، بنية تحتية رياضية كبيرة جدا، شايف المكاسب الاقتصادية التانية ايه؟ انا اقول لك على حاجة بسيطة. النهاردة انا كتبت على صفحتي في الفيسبوك ان انا رايح قناة الاهل بالليل، ففي بعض التعليقات، منها تعليق زميل صحفي من السويس كتب لي الاتي، بيقول لي طريق الادبية العين السخنة قعدنا فترة طويلة جدا بنطالب بتطويره وما كانش بيتطور. لما جات البطولة للسويس من حسن حظها انه بتستضيف البطولة احد الملاعب اللي بتتلعب عليها، فقال تم تطوير هذه البتاع بتكلفة وصلت ل 100 مليون جنيه. فالمدينة نفسها استفادت طبعا، وبالقياس ده تقدر تقول انه الاسماعيلية حصل فيه حاجات. انت لان انت عايز تستقبل جمهور افريقي وعربي ومختلف، فانت عملت بنية تحتية في الملاعب كلها وفي العاصمة وحاجات كتيرة جدا، دي اسمها الحاجات الموازية اللي انت زي ما بتستضيف بطولة كبيرة فبتعمل ملاعب كبيرة بتعمل طرق كبيرة، ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني الاقتصادي، وانا عودة كمان للي قاله محمد، هو انت اهم حاجة في ده يعني اضيف على الجزء السياحي، انت فكرة السمعة، في حاجات بفلوس وحاجات هتدفع مليارات عشان تعملها. ايوه. هو انا لما بيجيني رحله صغيره لواحد زي ساديو ماني ويتصور صوره، ولا رياض محرز وده عنده، او زي اخونا بتاع راموس، راموس لما جه الغردقه ونفاز قبليه والتويته اللي عملها، انت لو دفعت له، لما مورينيو يتصور تحت سفح الاهرامات، انت لو دفعت له انت عشان تعمل حمله اعلانيه في الدول الاوروبيه بتدفع دولارات كتيره جدا جدا او اي دوله. استاذ عماد انا اسف في المقاطعه، اسبانيا بعد اللي عمله راموس وبعد هاجم
الراجل الاعمال كامل ابو علي المستضافه والكلام ده، قال لك ازاي تجيب راموس وبتاع. ده كلام ده, ده, ده راموس كتب ان مصر بقت جزء مني. الكلام اللي كتبه انت عارف ان اسبانيا من يومين ثلاثه بالظبط طلعت قرار بتخفيف حظر السفر عن سياحها لشرم الشيخ. طبيعي ما هو كان مردود لزياره راموس. راموس يعني بتاع راموس نجوم قبل له بالظبط كده. راموس وقبليه نجوم سينما كتير، وقبليه اظن نفاس في اكتر من حد من ريال مدريد جه، وقبلها مجموعه من الفنانين. فانت لما الناس دي تطلع تقول ان انا جيت وقعدت، فكل ما يقال عن عدم الاستقرار عن ما اعرفش الارهاب، لا بقولك انا اهو. فده جزء انت لو دفعت المليارات مش هتعمله بهذا الشكل في الجزء ده. الجزء الثاني انت بتبيع صوره. الصوره دي ان مصر المستقره، مصر الامان في اعلى درجاته، كله الناس بتمشي. طبعا في صور سلبية، بعض الصور السلبيه اتمنى ان احنا نقضي عليها زي التسول وحاجات. انا شفت مشهد في ميدان التحرير، واحده تونسيه معديه، واحده من اللي ماسكين ورد دول بصره تبيع لها. اتمنى ان احنا نقدر نقضي على الحاجات دي اللي هي بتفسد جزء من الصوره. الفنادق اللي اتملت، الطرق اللي اتعملت، على شركات الطيران اللي اشتغلت. طبعا على المدى البعيد انت كسبان حاجات كتيره جدا، لكن وانت بترأس الاتحاد الافريقي بتقول لهم ان انا اقدر ان انا انظم اي حدث في اي وقت وبسهوله جديده جدا، بحكم ان انت عندك بنيه اساسيه مختلف عن كل الدول الافريقيه. يعني لم يكن منافسك اظن الا دوله زي جنوب افريقيا الى حد ما، دوله زي المغرب، لكن في النهايه لما جد الجد انت اللي استضفت وانت اللي عملت وقفت. ازاي تقدر المثل ده اذا انت كنت قادر على انك تعمل الحاجات دي في الوقت القياسي ده؟ طب ما احنا يا اخوانا نجربها في قطاعات اخرى. هو ده السؤال الكبير اللي تركته البطوله. وكان اذا كنا نقدر فعلا نستطيع ننجز كل هذه المهمات الصعبه، نقدر نعمل ده في كل مجالاتنا. يعني لعل ده يكون روح الكيان اللي تستمر بعد كده. لكن مش عايزين نبعد عن البطوله، واهم حدث فيها بالنسبه لمنتخب مصر محمد صلاح. ازاي شفت نموذج محمد صلاح؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. يمكن الاستاذ عماد هو بيتكلم اشار لنقطه ان اللعيبه رينج الاعمار بتاعهم 22 سنه 25 سنه 27 سنه. عايز اقول لك احنا اكبر متوسط اعمار في البطوله 29 سنه ونص، ولم يحدث في بطولات وفقا لاحصائيات الكابتن فتحي نصير، لم يحدث لاي فريق في السنوات الأخيرة فاز ببطولة عالم أو بطولة أوروبا أو بطولة أفريقيا كان بهذا زاد متوسط أعماره عن 26 سنة. إحنا 29 سنة ونص. لكن محمد صلاح يعني ما أنا بقول لحضرتك أنا بس اللي أنا عايز أقوله إن محمد صلاح طبعا أيقونة مصرية بلا جدال يعني، وكنز مصري. إحنا مطالبين إن إحنا نحافظ عليه. أنا مش عايز أدخل في جدل هو تصرف بعض التصرفات قد يراها البعض انها سلبيه او الكلام ده كله، انما انا مش عايز العب على الوتر ده. يعني محمد صلاح نجم كبير، نجم دولي، وهو انا يعني لا اشك في انتمائه وفي حبه لمصر والمنتخب المصري. طبعا انا يعني الاداء بتاعه انا مش هقيمه، انا راجل مش ناقد رياضي، انا بتابع الكوره وبحب المنتخب، لكن راس دموعه طبعا راس الدموع يعني وراس يعني الاداء بتاعه. انا يعني محمد صلاح بانكسار وبزعل. محمد صلاح مش هننسى لما دخلنا كاس العالم، الماتش اللي دخلنا فيه لما الجون جه فينا وهو وقع في الارض والكلام ده كله. انا اعتقد ان محمد صلاح كان احرص من الناحيه الشخصيه قبل ما يكون الناحيه الوطنيه طبعاً ان احنا نفوز بكاس الامم ويبقى هو من المؤهلين ويبقى الافضل في العالم. صحيح. انما البعض شاف ان اداء محمد صلاح كان فيه يعني خلينا نتكلم انه في تخاذل. انا ضد الكلام ده، ما اعتقدش يعني بالكلام ده، لكن كان في بالظبط كده. محمد صلاح مرر كام كوره وعمل كذا حاجه في المباريات، لكن الفريق بشكل عام مدير فني ومنتخب ما ساعدش محمد صلاح. خلينا نتكلم واقعيا. اعتقد محمد صلاح لو كان لعب في الفريق بتاع 2010 ولا الكلام ده كله كان فرق معاه جامد جدا جدا يعني. لكن برضه يا استاذ ابراهيم انا يعني مش قادر صراحه يعني اتحمل عليه. انا شايف محمد صلاح برضه اذا كنا بنتكلم على تحسين الصوره وعلى الكلام اللي قاله الاستاذ عماد التصدير المشهد الايجابي، محمد صلاح جزء كبير من تحسين الصوره المصريه في اوروبا وفي العالم بشكل عام يعني. في بعض التصرفات قد تؤخذ على محمد صلاح، وبشر يصيب ويخطئ طبعا، ما يعني لا نقدسه ونخليه اله، لا نهلل ولا نهول بالظبط كده. انما في الاخر انا لازم دوري انا كاعلام ودوري كشعب مصري ودوري كرياضيين ان انا احافظ على محمد صلاح. شاف فيه خطا
اقومه لو رجعنا لادائه، انا مش هقيم الاداء الفني، انما موقف زي موقف بتاع عمرو ورده انا على المستوى الشخصي ومش حابب يمكن كنتش تتمنى انه صلاح يتدخل كده، يعني يدخل. انت راجل ليك رمزيه وليك يعني مكانه خاصه، ما كانش المفروض يدخل وبالشكل ده. طب حضرتك فاهم ازاي؟ قبلها كان موقف تاني حصل، انما انا برضو ضد ان انا يعني زي ما قلت حاجه كده، نحن نقوم لو في خطا يتقوم، لكن دور كل الاعلام والرياضه وكل ده ان احنا نحافظ على محمد صلاح وندفعه لقدام. واعتقد ان محمد صلاح خسر اكتر من المنتخب في البطوله دي. محتاجين نحتضن محمد صلاح عن كده شويه. طبعا انا متفق مع معظم ما قاله بهنساوي، احنا محمد صلاح ده يعني الأمل بتاعتنا، مش يعني نتمنى يبقى عندنا منه 10 15 20، بس الى ان يحدث ده فاحنا مطالبين ان فعلا نحافظ عليه بكل ما نملك. في بعض الكتابات المسعوره الطائشه الغير الواعيه ان يقول لك يعني لا يا سيدي محمد صلاح واحد قدوه حقيقيه، وما فعله محمد طبعاً صلاح طبعا للصوره الذهنيه عن مصر. انا حضرت مؤتمرات متخصصه على كيف تبيع الصوره الذهنيه، تبيع بمعنى الترويج. ايوه سمعت هاني محمود، مهندس هاني محمود كان وزير اتصالات وتنمية إدارية، بيقول فيه ما فعله محمد صلاح لتحسين الصورة الذهنية بتاعت مصر لدى الخارجي الناس اللي ما عرفوهاش من بره، أفضل مما فعلته كيانات وهيئات. قال لك أفضل مما فعله مجلس الوزراء مجتمعا، وقال بقول مجلس الوزراء اللي كنت أنا فيه عضو عشان محدش يزعل. طبعا طبعا محمد صلاح حد صديق كان في رحلة في فيتنام، حد بيسأله أنت منين؟ قال له من مصر. ما يعرفش عن مصر محمد صلاح طبعا، ده عيب من الراجل ده لانه مصر كبيره وعظيمه بس بيجي انت دلوقتي الكوره هي مجال التعريف في حتت كتيره جدا. محمد صلاح اللي عمله للصوره الذهنيه مصر لا يقدر بثمن، وهو الرجل ملتزم وواعي وسلوكه الشخصي هايل ومحترم. هل اخطا في بعض الحاجات في نعم، انا رايي الشخصي وبوضوح كتبت ده، أخطأ إن هو التويتر اللي عملها لم تكن موفقة بتاعت وردة، إدت انطباع سيء جدا لبره حتى مش لجوه. أخطأ إن هو إذا كان قد صح إنه كان من ضمن الذين اشترطوا عودة وردة للعب يبقى أخطأ، بس حط ده في سياقه. خطأ مش إن أنا هكسر في تقدير الموقف بالظبط، في تقدير الموقف بس، وربما في جزء إنساني والسن الصغير بالظبط، وعلى رأي البعض إنه ربما يكون قد فكر في مصر بالطريقة المصرية مش بالطريقة الإنجليزية. مش مطلوب إن أنا أترصد له ولا أصد له، أنا مش عايز أدمر أو أكسر ده، لا ده لأن إحنا فعلا محتاجين محمد صلاح، ومحتاجين يبقى عندنا أكتر محمد صلاح عشان يبقى عندنا نماذج كتيرة جدا، لأنه ده هنا النموذج بتاعه عكس نموذج وردة. زي ما احنا بنتكلم على وردة اللي عمل حاجة سلبية، محمد صلاح لما كل الناس يقولوا ان انا عايز ابقى زي محمد صلاح، لما الشباب لما الحاجة بتاعت المخدرات سمعت من وزيرة التضامن في مؤتمر كان على ازاي المسلسلات والدراما تعاملت مع المخدرات، محمد صلاح الحملة اللي عملها فرقت بالملايين ناس كتيرة صحيح. جدا دي هنا دي القدوة اللي أنا عايزها، إن محمد صلاح لما يطلع يقول له ما تشربش مخدرات، أنت أقوى من المخدرات. ها؟ شوف ده بيأدي رسالة إيه وأنت محتاجه في إيه في ده، والتاني اللي بيعمل إيه لا مؤاخذة، ماشي؟ فهو ده ما نحتاجه، مش عايزين نحافظ على صلاح بكل الطرق، ويعني مش ناقصين الروح السلبية اللي بتحصل دي. مش ناقصين الروح السلبية. في جملة أخيرة، حصاد الكام؟ تأكيد لريادة وقدرة مصر. تأكيد لريادة وقدرة مصر، وإنت مصر تستطيع من خلال الكان إن هي تنجح في حاجات كثيرة جدا إذا اشتغلت بنفس الطريقة دي. نعم. أعتقد حضراتكم استمتعتوا بهذا الحوار المهم في النظر لملف الكان بشكل مختلف، شكل ينظر إلى المكاسب السياسية والمكاسب السياحية، شكل يؤكد على أن مصر التي أنجزت هذه البطولة الرائعة التي أبهرت العالم تؤكد من جديد على أنها عادت لتقود وتستطيع أن تنجز الكثير من الملفات الأخرى المهمة في السنوات القادمة. أستاذ عماد شكرا جزيلا، شكرا أستاذ إبراهيم، ودايما مستمتعين بآرائك. ربنا يخليك، أشكرك، ويعني أنا كان المفروض أبتدي بكده، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، ودوري للزمالك.
عايز اقول لك في المشمش لكن الايام دي ايام المشمش. ماشي استاذ محمد البنساوي كنا سعداء بحضورك النهارده. انا اللي سعيد ولعلك عدلت الكف. لا انا اللي سعيد طبعا بوجودي في قناه الاهلي معاك يا استاذ ابراهيم، ده شرف ليا يعني. شكرا جزيلا ليك وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، والدوري في الجزيره في الاسبوع القادم ان شاء الله مهما قال الاستاذ عماد حسين. لكن بعد الحلقه مباشره نسيبكم تستمتعوا بملخص لما حدث اليوم مع معسكر الاهلي في اسبانيا، المباراه الوديه والتقسيمه اللي جرت في ختام المعسكر، وتصبحوا على الف خير.